بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا في التجمع الخامس، طلاب الفرقة الإعدادية. طبعا أنا دكتور محمد عبد الرحمن، بدرس لكم الرسم الهندسي أو الرسم والإسقاط الهندسي 2. إحنا طبعا بدينا الترم الثاني وشرحنا السكشنال ودينا تمارين، وهبقى ابعت لكم ايزومتريكس معمول فيها سيكشنال بحيث يدي معلومات اكتر عن السيكشن. الموضوع التاني اللي احنا هنتكلم فيه النهارده اللي هو الستيل. طبعا الستيل بيعتبر من الموضوعات السهله، ليه؟ لان هناك 6 اشكال من الستيل، اشكال ثابته لا تتغير. اللي بيتغير الدايمنشنز، الأبعاد، أما أشكالها فأشكالها ثابتة. يعني لو جه واحد قال لي سي بليت يبقى أنا عرفت شكله إيه، قال لي أنجل عرفت شكلها إيه. طيب ال6 أشكال دول إيه؟ ونعلم بلون اللون الأحمر على كلمة بليت، اختصارها بي ال. البليت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن شيت من المعدن يشبه ورقة الرسم اللي بنرسم عليها. ورقة الرسم اللي بترسم انت عليها لها طول اهو ال، ولها عرض اللي هو بي، ولها سكنس او سمك اللي هو تي. يبقى انا لما اعرف البليت اكتب ايه؟ اكتب ال في بي في تي. يعني لو كتبت لك كلمة بليت وكتبت 600 في 200 في 20 معناه ايه؟ يبقى 600 اللي هو الطول ال، 200 اللي هو البي العرض، ال 20 اللي هو السمك اللي هو التي. طيب لو انا قلت لك بليت على طول تتخيل لوحة الرسم او الكتاب اللي انت بتشتغل بيه. طيب احيانا بيجي يعمل ايه؟ بيدي بليت ويكتب بعدين 2 فقط. البعدين دول بعد هتلاقيه رقمه كبير وبعد هتلاقيه صغير. البعد الكبير ده العرض اللي هو البي، والصغير اللي هو السمك التي، يبقى بيتكتب بي في تي. الله. طب والطول؟ قالوا لا، في الحالة دي الطول unlimited غير محدد، يبقى أنت هتقطع جزء تاخده ترسمه، والقطع في الستيل غير المشين. المشين كنا بنهشر على زاوية 45 درجة، في الستيل بنسود المقطع اللي يظهر فيه البي والتي، أما المساقط الأخرى ما بتتهشرش أو تسودش. طيب البليت قلنا ال في بي في تي او بي في تي، تمام. ايه المساقط التلاتة بتوع البليت؟ قالوا البليت له 3 مساقط زي اي جسم. مسقط بيبان فيه المساحة اللي هو البي في ال ال، والمسقطين التانيين بيبان فيهم السمك اللي هو التي، بس مرة تي مع ال ال ومرة تي مع البي. يبقى أنا دلوقتي حفظت ال3 مساقط بتوع الأنجلز. إيه هما؟ شكل الحقيقي اللي هو مساحة ال في البي، وبعدين التي في البي والتي في ال ال. يبقى لو ظهر سمك ممكن يظهر سمك تاني او يظهر مساحة، انما لو ظهر مساحة ما يظهرش مساحة تاني. طيب لو انا بصيت، طب احنا بندي ايه الاول؟ احنا بندي مسقط واحد. قالوا اه طبعا، لان انت عرفت الشكل. بندي مين؟ بندي عادة السايد فيو، وبنطلب المسقطين، بس احنا هنطلب مسقط واحد بس اللي هو مين؟ اللي هو الاليفيشن.
انا هنا راسم اليفيشن وبلان، بس انت مطلوب منك ترسم الاليفيشن. يبقى انا دلوقتي لو حطيت السايد فيو الايه البليت اللي بالشكل ده باين ايه؟ باين سمك مش كده؟ طب المسقط الثاني يبان ايه؟ قالوا اذا بصيت في اتجاه النظر وشفت الطول او العرض يبان مساحه. الطول او العرض يبان مساحه اهو. طب امال لو بصيت كده فوق وما دام شفت سمك يبان سمك اهو كاسقاط، يبقى السمك يبان سمك. طب والال او ال او البي لا يبان مساحه. ادي مساقط مين؟ مساقط البيت. تاني جزء قالوا لو عندك تو بليت وحبيت تخلي واحد راسي وواحد افقي عشان تمسكهم ببعض حاجه من الاثنين، يا تلحمهم يا تجيب انجل اللي هي زاويه اهي زاويه حديده اهي تمسكها في السطح الراسي والسطح الافقي، ما انت مسكت الاثنين ببعض. طب الانجل دي الرمز بتاعها ايه؟ قالوا حرف ال. كويس. ليها كام بعد كايزومتريك؟ لا خمس ابعاد. فين هما؟ A B T1 T2. كويس. والبعد الخامس اللي هو اللونج او اللينس اللي هو طولها. يبقى بتتكتب ازاي؟ A في B على تي واحد في تي اتنين. امتى الكلام ده بيتكتب؟ لو تي واحد تختلف عن تي اتنين، انما عادة في جميع الانجل تي واحد تساوي تي اتنين. فبنكتب ايه؟ نكتب ال 150 في 100 على 10. من هنا A 150 البي 100 السكنس 10 اللي هو تي واحد وتي اتنين. تمام كده؟ ساعات يكتبوها ازاي؟ 100 في 100 على 10 يبقى ايه تساوي بي وتي 1 تساوي تي 2. ساعات يكتبوها بقى 100 في 10. قالوا طب لو كتبناها 100 في 10 يبقى ايه تساوي بي برضو وتي 1 تساوي تي 2. اللونج هنا سي مثلا كاتب 300 يبقى طولها 300. طيب ما هي المساقط الثلاثه للانجل؟ مسقط يظهر فيه الانجل حرف ال شكلها الحقيقي، المسقطين التانيين يبان فيهم سمك ومساحه. مساحه ايه؟ والسمك اهو. يبقى انا لو بصيت لها في الاتجاه ده هشوف ايه؟ هشوف السمك واشوف المساحه. طب المسقط الثالث برضه سمك ومساحه. اذا الانجل ما بتظهرش غير شكل حقيقي في مسقط واحد، والمسقطين التانيين سمك ومساحة. طيب لو اديتك الانجل متسودة بالشكل ده تعرف ان اللونج بتاعها غير محدد، طولها غير معروف، تاخد البعد اللي انت عايزه، وانا اعلمك ازاي في الرسومات. طب لو بصيت كده قالوا ما انجل قدامك يبقى عمرها ما تظهر انجل تاني، هتظهر ايه؟ سمك اهو يبقى سمك ومساحه. طيب لو بصيت لها كده قالوا برضو هتظهر سمك ومساحه، بس الخط ده داش. داش ليه؟ داش لان شايفها من ورا فالخط مش باين. تمام. هنا برضو لو بصيت لها تبان سمك ومساحه والخط داش. طيب هنا بقى ظهرت سمك ومساحه. طب لو وصلت لها اليفيشن قالوا دلوقتي ما دام شايفها سمك ومساحه يبقى حاجه من الاثنين، يا تظهر بشكلها الحقيقي يا تطلع سمك ومساحه. اعرفها ازاي؟ قالوا بص في اتجاه النظر اتجاه السهم بتاعك، في كم خط في اتجاه السهم؟ قالوا ثلاثة، تظهر بشكلها الحقيقي.
اكتر من اثنين تظهر بشكلها الحقيقي. طب الخط هنا داش، مش مهم داش او ظاهر. طيب هنا قالوا لا، لو بصيت في اتجاه السهم هتلاقي في خطين، ادي واحد وادي التاني، يبقى ما تظهرش بشكلها الحقيقي، تظهر في البلان بشكلها الحقيقي، انما في الديليفيشن مش هتظهر بشكلها الحقيقي، عمال تظهر ايه؟ سمك ومساحه. طيب هنا ظهرت برضو خطين، تظهر سمك ومساحه. طب هنا بقى خطين سمك ومساحه، هنا قالوا لا، ده في ثلاث خطوط تظهر بشكلها الحقيقي. يبقى انت حط الانجل في اوضاع مختلفه في السايد فيو وهتلاقي الاليفيشن. الشكل الثالث اللي هو التشانل. قالوا يعني ايه تشانل؟ قالوا يعني قناه عامله زي القناه او المجرى. التشانل دي اللي قدامك في الصوره لو حبيت ترسمها مجسم ايزومتري تبقى محتاج خمس ابعاد. ايه هما؟ A وبعدين B وهنا برضو B وبعدين هنا T1 هنا T2 هنا T2. امال ايه ده؟ لا ده اللونج اللي هو الطول او اللينس. يعبر عنها بايه التشانل؟ يعبر عنها بتشانل حرف C بس الزوايا قايمة. وبعدين A في B على T1 في T2. A البعد الكبير، B الصغير، T2 السمك الصغير، T1 هي السمك الصغير، T2 السمك الكبير. خد بالك من حاجة، A ده الارتفاع الكبير تحتيه السمك بتاعه، T البعد الصغير وتحتيه السمك بتاعه اللي هو تي 2. طيب ما هي المساقط الثلاثه للتشانل؟ مره تظهر بشكلها الحقيقي اهي، بس لو بصيت لها كده تديني اربع خطوط، واحد اهو اثنين ثلاثه اربعه. يبقى بتتقلي ازاي؟ سمكين ومساحه بينهما، سمكين، سمك فوق وسمك تحت ومساحه بينهم. طب البلان؟ قالوا لا، البلان خط داش خط. الله، ده دي شكلها زي الانجل. قالوا طبعا، ما هو انت لو شلت الجزء اللي تحت ده تبقى انجل. يبقى اذا اللي يفرق بين الانجل والتشانل ان اشاور عليها واكتب دي انجل ولا تشانل. الرسمة الثانية حطينا التشانل برضو بس بوضع تاني، لو بصيتها في الاتجاه ده هشوفها برضو أربع خطوط بس خطين منهم داش، وهشوفها تحت سمك ومساحة والخط داش. طيب لو بصيتها من هنا لا، هشوف خط داش خط، وأشوفها تحت أربع خطين سمكين ومساحة بينها. إذا الثلاث مساقط عبارة عن إيه؟ شكل حقيقي شانل، سمكين ومساحة بينهما، سمك ومساحة. أدي الثلاث أشكال بتوع شانل. جينا قلنا طيب رسمنا لك دلوقتي، لو أنت شايف الرسمة اللي هنا دي، دي خط 2 3 4، لو بصيت كده الله، طب ما أنا عارف ان سمكين ومساحه بينهم احدى اشكال اللي التشانل، فاضل شكلين، ايه هما؟ يا حقيقي يا سمك ومساحه. طيب انا بصيت كده في اتجاه النظر، لو شفت اربع خطوط يبان بشكلها الحقيقي اي. يبقى لو انا بصيت في اتجاه النظر شفت اكتر من خطين يبان بشكلها الحقيقي اي. هنا بقى كام خط؟ ثلاثة، برضه تبان بشكلها الحقيقي. طب هنا قالوا لا، هنا بقى انت شايف خط فوق وخط تاني تحت، ما تبانش بشكلها الحقيقي.
ما دام ما تبانش بشكلها الحقيقي يبان الشكل الثالث اللي هو سمكين ومساحة بينهم، فسهلة جدا. طب هنا قالوا هنا خطين برضو اتنين تبان برضو مش بشكلها الحقيقي اللي هما ايه سمكين ومساحة بينهم. هجايز الخط ظاهر ولا داش حسب رؤية المسقط بتاعنا. بعد كده نيجي لأهم شكل موجود فيه الستيل وهو الاي بيم. اي بيم عامل زي قضيب السكة الحديد. الاي بيم متماثل. يعني ايه متماثل؟ هوريكم دلوقتي يعني ايه. الاي بيم ده الاول عشان ارسمه محتاج خمس ابعاد. ايه هما؟ ايه زي التشانل، بي دي واحد دي اتنين، واللونج اللي هو ال اللي هو ده. جميل. بتتكتب ازاي؟ بتتكتب اي بيم، يبقى علامه الاي بيم ايه في بي على تي واحد في تي اتنين. عاده ايه اكبر من بي وتي اتنين اكبر من تي واحد، الا في حاله خاصه بيتكتب جنبها بي دوت اف دوت اي برود فلانش اي بيم. يعني اي بيم عريض، الفلانجة بتاعته عريضة. قالوا يعني ايه؟ قالوا في ايه بتساوي بيه؟ ايه بتساوي بيه؟ معايا؟ ودي حالة خاصة. تعالوا بقى ما خدتوش بالكم الآتي. أولًا لأن هنا طوله غير محدد، إحنا زودنا المقطع اللي هو حرف ايه؟ حرف الآي. في حاجة كمان عاملينها اللي هي الميل اللي معمول في الآي. ده بيتعمل في الآي. والتي والتشانل التي جايه بعدين. طب ليه بيتعمل الميل؟ قالوا اولا وانت بترسم ارسم الاول عادي خالص كانه عدل، اللي هو السمك تي 2 ده اللي في النص اهو. بنيجي نطلع التلت على الحرف هنا لفوق، وننزل التلت من هنا. عندي خط كده، وعندي نقطة المنتصف. هطلع هنا التلت اهي، وانزل هنا التلت. لو انا وصلت الخط ده كده يبقى انا عملت ايه؟ شلت مثلث وحطيت مثلث مكانه، الاريا ما اتغيرتش، ولكن الفورس اللي بتأثر هنا البند مومنت بيبقى هنا، فبزود الاريا عشان تستحمل البندنج مومنت بتاع تاثير الاف. يبقى في سلبيه بتتعمل، بس دي تتعمل في نهايه الرسم. الله. اما لما باجي ارسم الاي بيم، البعد اللي هنا ده تي 2، ده تي 2، تي 2 هي نقطه في المنتصف هنا وفي المنتصف هنا. معايا؟ طيب اشكال الاي بيم ايه؟ شكل حقيقي اللي هو حرف الاي. وبعدين لو بصيت في الاتجاه ده يبان سمكين ومساحه بينهما زي اللي تشانل بالظبط. طب ما انا بصيت الجزء ده كانه تشانل اهو. طيب والمسقط الثالث خط داش داش خط. يبقى ايه الثلاث مساقط بتوع الاي بيم؟ شكله الحقيقي، سمكين ومساحة بينهما، مساحتين وسمك بينهم، بس السمك ده داش، لازم يظهر داش. إذا الثلاث أشكال دول لا يتكرروا، لو ظهر واحد يظهر الاثنين التانيين. طبعا برضو عايز أقول لكم تاني، إحنا بندي مسقط وإنت بتجيب التاني، ما بترسمش المسقط المعطى. طيب ادي الاي بيم بشكلها الحقيقي، لو بصيت لها كده هتبان خط داش داش خط، يبقى ده احدى المساقط الثلاثه. يبقى المسقط الثالث ايه؟ سمكين ومساحه بينهما.
خدوا بالكم من حاجه بقى، الاي بي متماثل ما تقدرش تلففه تاني، لان هو لو لفته ترجع للايه؟ للرسمه الاولانيه. ادي الحالتين الاثنين الموجودين. هنا ظاهر ايه؟ خط 2 3 4، يبقى لو بصيت في الاتجاه ده شوف اربع خطوط، شوف بشكل حقيقي. طب لو بصيت كده برضه اربع خطوط يظهر بشكله حقيقي. طب هنا هنا هشوف خط وخط، يبقى ما يظهرش بشكله حقيقي. طب اللي قدامك ايه؟ اللي قدامي سمكين ومساحه بينهم، يبقى اللي فاضل مساحتين وسمك بينهم داش. أو طب هنا لو بصيت كده تظهرش بشكلها الحقيقي، لأن خط وخط. طب المسقط المعطى إيه؟ مساحتين وداش بينهم، يبقى التالت سمكين ومساحة بينهما أهو، اللي هو ده. كلام جميل وسهل جدا يعني. آخر شكل في الأشكال التي، وانتوا معاكم كلكم مسطره حرف تي. التي كانها اي بيم، وانا شلت الجزء اللي تحت، شلت الجزء اللي هنا فبقت تي. هبعدها بتتكتب ازاي؟ بتكتب تي اي في بي على تي واحد في تي اتنين، زي الاي بيم بالظبط، زي الاي بيم بالظبط. والميل اللي موجود في الاي بيم موجود في التي، وايه اكبر من بي، وتي 2 اكبر من تي 1. كويس. ايه التلات مساقط بتوع الايه؟ التي. لو بصيت كده، اولا تي بشكلها الحقيقي حرف التي، بصيت كده تبان ايه بقى؟ سمك ومساحه عامله زي الانجل بالظبط. قال والله. طب ما لو جت لي كده انا هتلخبط. لا مش هتتلخبط، هشاور لك عليها واكتب لك يا تي تبقى تي، اكتب لك انجل تبقى انجل، يبقى حسب الاسم بتاعها. طب المسقط الثالث ايه؟ المسقط الثالث مساحتين وسمك بينهم داش. قال والله ده عامل زي الاي بين، بس هو تي مش اي بين. يبقى الثلاث مساقط ايه؟ سمك ومساحه، مساحتين وسمك بينهم. بس خدوا بالكم من حاجه، ممكن السمك اللي بينهم يبقى ظاهر مش داش، زي الرسمه الثانيه دي. هبص كده اشوف خط اتنين وبعدين ثلاثه اربعه، يبقى اربعه مساحتين وسمك بينهم بس ظاهر. طب المسقط الثالث سمك ومساحه، هنا سمك ومساحة، المسقط الثالث مساحتين وسمك بينهما وظاهر. ليه؟ لأن بصصته من فوق أهو، بصص من هنا، يبقى الأربع خطوط باينين. لو أنا بصيت للتي، بصوا بقى، أدي رسمة مرسومة. واحد يقول لي ده أنجل ولا تي، أقول له أنا قايل لك إنها تي. طيب انا كاتب لك عليها تي، لو بصيت كده شايف كام خط؟ قالوا ثلاثة، تظهر بشكلها الحقيقي. جميل. طيب هنا قالوا ثلاثة برضو، تظهر بشكلها الحقيقي. طب هنا بقى قالوا لا، هنا هبين ايه؟ خطين في اتجاه النظر، ما تظهرش بشكلها الحقيقي. طب هي ظهر ايه؟ ظهر مساحتين وسمك بينهم، هيبقى سمك ومساحة، هيبقى سمك ومساحة. طب هنا، هنا مساحتين وسمك بينهم، كم خط؟ أربعة، تظهر بشكلها الحقيقي. طب هنا لا، خطين ما تظهرش بشكلها الحقيقي، وما دام ظهر مساحتين وسمك بينهم تظهر سمك ومساحة. بكده يبقى احنا لازم نتمرن على كل شكل من الاشكال دي، نحطه في سايد فيو شكله المختلف، ونجيب الاليفيشن. التركيبات اللي في الرسمه دي
بس عشان اوريكم التركيبه بتتم ازاي. اولا هنا اي بيم اهو، الاي بيم ده قضيب سكه حديد ماشي بالطول بالشكل ده، جه اي بيم تاني عمودي عليه، طبعا الاي بيم التاني اقصر عشان يخش على الفلانجه بتاعت الاي بيم الاولاني. طيب الاي بيم ده دخل هنا لغايه الاخر هنا لغايه التانيه، يتمسك بايه؟ ممسوك بانجل من هنا وانجل من الناحيه الثانيه وانجل من تحت. يبقى التركيبه دي عباره عن ايه؟ اي بيم، واي بيم عمودي عليه وممسوك بثلاثه انجلز، ادي التركيبه بتاعتنا. يبقى انا طبعا تحت لو انا شفت التركيبه الثانيه دي الاقي اي بيم برضه بالطول بس راكب عليه تشانل وداخله لغايه الفلانجه بتاعت الاي بي، كويس، ممسوكه بايه؟ بانجل من هنا وانجل من الناحيه الثانيه وانجل من تحت، بس هي مش باينه، هو رسمها داش، ما فيش حاجه اسمها داش، يعني هو رسمها هنا داش مش باينه بالايزومتريك، المفروض الايزومتريك ما فيش بيه داش عشان كده مش باينه، انما هو ماسكهم بانجل برضه، يعني انا بقى عارفين اي سطحين متعامدين على بعض امسكهم بانجل. طبعا دي كلها مقدمة لرسومات او تمارين في الستيل، هنشرح تمرين تمرين ولازم تعملوا الكلام ده بايديكم. المشكلة الوحيدة اللي هتقابلكم في الستيل هي الابعاد. الابعاد ليه؟ لان السكيل اللي بنرسم بيه الستيل غير الماشين، الماشين عادة بنرسم واحد لواحد أو واحد لاتنين أو اتنين لواحد بالكتير، إنما هنا لأ، لأن إحنا بناخد الستيل بالأبعاد الحقيقية فبنرسم بسكيل واحد لخمسة يا واحد لعشرة. فأرجو طبعا يكون أنتوا فهمتوا الكلام ده واستوعبتوه كويس، وأتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق بإذن الله، وهنكمل في المحاضرات القادمة إن شاء الله.